ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه الاندومي بطريقه سهله وحلوه. طبعا انا حطيت في الميه معلقه ملح وهنزل عليها بالمكرونه. طبعا انا قسمتها نصين وهسيبها تغلي نص غلوه كده واطلعها نشوف هنعمل ايه. انا طبعا سلقت المكرونه نص سلقه وكبيت الميه وحطيت ميه تاني لغايه ما اعمل الدقه بتاعتها. انا حطيت معلقتين زيت واتنين مرقه دجاج. طبعا هفضل اقلب لغايه ما يسيح خالص. احط شويه بابريكا احط معلقه ملح طبعا الرغبه الملح دوت وشويه شطه. انا احط شطه حبه صغيرين اللي بيحب الحاجة مشطشطة يكتر. وأحط كاري شوية كاري معلقة توابل فراخ هتكسر عليها. طبعا انا الميه غليتها هنزل عليها بالمكرونه تاني محطيتش عليها ميه ساقعة ولا حاجه. لما طفيت على المكرونه هنزل عليها بالدقه وبكده الاندومي بقت جاهزه معانا ويا رب تعجبكم.